نمر معانا والله يا ايه. فيش والله، ان شاء الله تلاقيته. بس خلاص نكمل بعدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا دكتور. أيوة ان شاء الله بس ان شاء الله تلاقيته. بس تمام. طيب أنا أقفل من هنا. في اللايف. خلاص تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خميس جديد و أمسية جديدة، ثقافة جديدة، علم جديد، بعد جديد، تجمع جديد. يعني صراحة مبادرة الباحثين السودانيين، المبادرة العملاقة، المبادرة اللي بتهب العلم والبحث لكل شخص إلا من أبى. في مبادرة الباحثين السودانيين يا جماعة في مناشط كثيرة جدا جدا، يعني مناشط ثقافية، مناشط بحثية، وبالذات للشباب. يعني أنا بركز على الشباب لأنهم هم الفاهمين لحد الآن، ممكن نقول فاهمين الحياة صح، وعارفين إنه هم بيعملوا شنو. فعشان كده نحن كل الجهود دي موجهة ليهم. بيجينا طبعا انتقادات كثيرة جدا جدا، بيجينا ناس يعني الليلة واحد جا قال يعني إنه شغلنا نحن كله اللي بنشتغله ده بنشتغله ليه؟ نحن ما الحاجات دي كلها بالمناسبة ما قاعد تأثر علينا. أنا ذكرتها بس عشان أوري إنه نحن ماشيين صح، وحنواصل المسيرة بتاعتنا وما في شيء بيوقفنا. في مبادرة الباحثين السودانيين يا جماعة عندنا مشاريع كثيرة جدا جدا، مشاريع بحثية لطلاب الجامعات، عندنا مناشط كثيرة جدا. المناشط بتاعتنا دي يا جماعة نحن عشان نقدر نعمل لها نمشيها لقدام، نحن هسه لحد الآن بندفع من جيوبنا، تمام؟ يعني هسه الزوم اللي نحن شغالين بيه ده نحن بندفعه من جيبنا، في حاجات كثيرة جدا بندفعها من جيوبنا، لكن عشان المسيرة دي تتواصل نحن في مبادرة الباحثين السودانيين فتحنا قسم بتاع الاعلانات. اي زول يا جماعه عنده اعلان، اي زول عنده تبرع سخي للمؤسسه البحثيه فمرحبا بيه. وده موضوع ثاني لكن انا حبيت اذكره لانه هو حاجه مهمه جدا جدا. المراه السودانيه وما ادراك ما المراه السودانيه، يعني حققت على كل الاصعده تقدم يشهد له العالم، ما فقط يشهد له السودان. وحتة انه نحن والله في السودان يعني ظالمين الانثى او ما مدينا حق، الكلام ده ما صح، لانه الانثى بقت في السودان هي اللي بتراعي الرجل وهي اللي بتدي الرجل. الليله يا جماعه نحن حنستضيف انثى سودانيه، اميره سودانيه. يعني انا لما خشيت النت وفتشت لاسمها ما شاء الله تبارك الله، يعني انا ما صراحه ما قدرت اكمل الانجازات بتاعتها. يعني قاعد انا اكثر من ساعتين بحاول انه اربط الانجازات بتاعتها بالحاجات الثانيه، ما شاء الله تبارك الله، ما يعني نو كومنتس زي ما بقول لك الخويا، يعني لا تعليق. الليله يا جماعه حنستضيف دكتوره ندى فضل. ودكتورة نضى فضل يعني هي ممكن تكون بروفيسور إن صح التعبير في الأمراض المعدية في جامعة نبراسكا. هي عضو تجمع الأطباء السودانيين وين؟ في أمريكا، يعني ما في السودان ولا في الدول المحيطة، في أمريكا. يعني كونه يكون في سودانية وصلت للمرحلة دي في أمريكا معناه ده يعني ده شغل ما عادي. يعني نرحب بك دكتورة ندى، وسعيد جدا إنك أنت أديتينا من وقتك، وانا عارف يعني مدى زحمتك ولسه عندكم الوقت شغل، ويمكن انت يا تتكلم معانا من المكتب، فربنا يوفقك ويديك الصحه والعافيه. مرحبا بك يا دكتوره. السلام عليكم، مرحبا بكم كثير، وانا سعيده جدا والله لي الشرف انه تستضيفوني الليله، وان شاء الله نطلع من اللايف ده بمعلومات تفيد الشباب، بالذات الناس اللي عندهم اسبيريشنز انه يحققوا احلامهم في امريكا او في دول ثانيه. ان شاء الله نقدر نقدم لهم تجربه مفيده، وشكرا لكم كثير على الاستضافه. الله يديك العافيه. نحن بنشكرك لانه نحن الليله حنجي يعني نقرا كتاب دكتوره نضى فضل بكل واقعيه وعن قرب. نحن حنبدا طوال يا دكتوره، طبعا زي ما قلت نحن لو خشينا النت بنلقى السيره بتاعتك الذاتيه الرسميه، لكن نحن دايرين نعرف السيره الذاتيه بتاعتك الحقيقيه، يعني منو دكتوره نضى فضل؟ طيب شكرا لك. انا اول حاجه طبعا ندى عبد اللطيف عبد العال فضل، ده الاسم بتاع السودان. ندى نعم فضل ده اسم امريكا، لانه في امريكا طبعا بيمشوا باللاست نيم، ف يعني اخذني وقت كده عشان اقدر حتى اتعود على الاسم، يعني عارف. نعم لكن في السودان ندى عبد اللطيف. انا تربيت في كولكتا في مدني،
وحياتي كلها يعني عشتها في مدني، قريت الجامعة في جامعة الخرطوم، لكن بفتخر وبعتز جدا جدا بإني من مدني ومن الجزيرة. أهلي أصلا من شمال السودان، من منطقة اسمها أرجو في شمال السودان. أبوي وأمي كلهم يعني هم من قبيلة المحس وبيتكلموا اللغة المحسية وكده، فلكن احنا تربينا في مدني لأنه أمي وأبوي هاجروا هناك من بدري. أبوي من عائلة يعني يمكن من العوائل في السودان، من أول العوائل يعني encourage إنه المرأة تتعلم يعني. يعني نعم حتى بنت عمه كانت درست في كلية غردون اللغة الإنجليزية، من أول الناس اللي كانوا مصرين على تعليم المرأة، فدي حاجة إحنا ربنا أبوي عليها يعني. حتى أنا وأخواتي كلنا كان بيصير علينا على تعليمنا احتمال أكثر من الأولاد في البيت يعني. فأنا مشيت كلية الطب، وأخواتي الاثنين واحدة في الصيدلة واحدة في أسنان، ومن إصراره علي في التعليم أنا طبعا أكبر واحدة في البيت، أنا البكر. فكان يعني هو pushing me so hard في كل المراحل يعني، كان لازم أكون في العشر الأوائل، وحتى في الشهادة السودانية الحمد لله يعني كنت سبعة السودان. ف نعم ده هو كان بيطلب انه يكون انا مثال للباقيين في العائله، انه لازم كل البنات تحديدا يتحصلوا على تعليم. نعم درست في جامعه الخرطوم، والحمد لله يعني كانت سنوات يعني جميله جدا قضيتها مع عدد من الاصدقاء والاصحاب. نعم طيب ده يعني ده كلام جميل جدا، والوالد يعني نبوته صدقت يعني، يعني هو الحاجة الراهن عليها لقاء. طيب نحن قبل ما نجي جامعة الخرطوم يا دكتورة دايرين نشوف المدارس الابتدائية. طبعا عندنا أخونا أحمد باشمهندس أحمد داود. أحمد داود ده بيسجل يعني قاعد ورا في الباك جراوند، وأنا بحييه جدا من الشباب المثاليين يعني. فعامل حاجه اسمها ممكن بعدين يجي يكلمنا عنها، اللي هو النمط، بيشوف انه والله يا اخي الناس اللي حققوا النجاح بتاعهم ديل، هل انه هم من اسر عاديه، من اسر متوسطه، من اسر شنو، بعد ذاك هل هي بنت ولد، الحاجات اللي ساعدته شنو، يعني عنده داتا بيس متكامله ممكن لقدام حيجي يعرض علينا كلها. طيب نحن عشان نساعد احمد انه يسجل الحاجات دي كلها، دايرين انك تتحدث لنا عن مدني والنشأة في مدني يا دكتوره. يا انا يعني طبعا انا عندي بايس يعني متحيزه جدا لمدني، حتى الناس اللي يعرفوني في الجامعه عارفين الحاجه دي عني، لانه مدني بتجمع بين الروح بتاعت الجزيره وكره الجزيره، وفي نفس الوقت بتجمع بين روح المدينه. يعني احنا عشنا في فتره كويسه جدا يعني قبل الانقاذ ما تتيك اوفر البلد وتهدمها. فانا نشات في مدني في فتره اواخر السبعينات اول الثمانينات، فالبلد كانت بجد فيها يعني طابع كده بتاع ثقافة وبتاع يعني طابع جميل جدا، فيها الأسرية وفيها الحضارة في نفس الوقت يعني. فمشيت المدرسة الابتدائية، مدرسة الدردقة الابتدائية دي اللي هي مدرسة في حينا يعني، وقريت فيها 3 سنين الأولى. بعد ذاك أبوي أصر إنه يحولنا للمدرسة مدني الشرقية اللي هي دي كانت في نص مدني جنب مسرح الجزيرة جنب الكنيسة، ويعني مدرسة عامرة جدا ويعني معروفة في المدينة. فلما حولنا بذكر الأساتذة بتاعتنا كلهم في مدرسة دردق زعلوا جدا جدا إنه كيف أبوي يحولني من المدرسة، وأنا اصريت إنه ما أتحول، برايح أتحول. ومعاي أعز صديقة عندي كان في الفترة دي دكتور رحاب الله يتراه بالخير، فحولني أنا ورحاب وحول أخت رحاب برضو معانا مدرسة الشرقية. مدرسة الشرقية كانت يعني نقلة كبيرة جدا بالنسبة لي، لأن أنا كنت متعود على الجو بتاع دردق وبعرف الناس كلهم بعرف أهلهم. فهنا خشيت مدرسة فيها بنات الوزراء وبنت المحافظ، ويعني مجتمع مختلف تماما من المجتمع اللي متعود عليه يعني. زي كان شفت دكتور من القرية وديته المدينة طوال يعني، نعم لكن يعني بجد أتاحت لي مساحة كده إنه أشوف عالم أكبر من العالم اللي كنت عايشة فيه، وتحت لي فرص كثيره جدا يعني. انا بتذكر في الابتدائي احنا كان استضافونا في لقاء في التلفزيون، ودي ما حاجه بتحصل يعني عاده للاطفال في الابتدائي، نعم وكنت قدمت كلمه في مسرح الجزيره اللي هو حاجه كبيره جدا جدا وفي عدد كبير من الحضور، فانتخبوني اني مش اقدم الكلمه في المسرح. فيعني في حاجات كده بتحصل بتخليك انت خلاص تحس انك انت بديت to develop the leadership skills بتاعتك، يعني في روح قيادية بدأت تتكون فيك، والمدرسة كان لها دور كبير جدا في الحاجة دي. للأسف التعليم
الموجود حسي طبعا ما في تطوير للقدرات زي ما كان زمان. يعني احنا ما كنا عارفين انه الاساتذه دول بيعملوا لنا في شنو تحديدا، لكن كنا عارفين انه في تطوير للروح القياديه حاصل في المدارس الابتدائيه اللي هي كانت مدارس حكوميه، ما كان في حاجه اسمها مدارس خاصه، اساتذه كلهم حكوميين لكن بيجوا للشغل بروح متفانيه جدا جدا وعايزين يقدموا احسن ما عندهم، والريورد بتاعتهم ما كانت القروش، الريورد بتاعتهم انه يشوفوا الطلبه بتاعتهم ديل في يوم يكونوا ناجحين، وتجي راجع له وتقول له يا استاذ انا بقيت دخلت كليه الطب ولا عملت الحاجه الفلانيه. فيعني الحاجه دي اتمنى ان العود تاني راجعه في السودان الجديد ونشوفه تاني من الاول زي ما كانت زمان. نعم، ده كلام جميل جدا جدا وكلام محفز، اللي هي نحن لما كان استضيفنا بروف نمر ومن هنا يعني برسل له التحايا وربنا يكتب سلامته واسع اليوم عندنا معاكم في امريكا. طيب كنا بنتكلم عن الحته بتاعت القياده وانه الواحد يتبني فيه القياده كيف. فدكتور نمر بروف نمر يعني من الناس اللي كانوا عاشروا الجمعيات الادبيه، يعني كان بيمشي في الجمعيه الادبيه وبيطلع وبيتكلم وكده يعني. ففعلا يعني هسه دي انا دي حاجه بنقولها للشباب، يعني هسه يعني بنقول لهم تعالوا المبادرات الشغاله، الحاجات الشغاله دي، بدل الواحد يكون الداتا بتاعته تضيعها في كلام فارغ، حميدتي قال والبرهان قال وكده، يجي يستفيد منها في الحاجات المفيده دي، يعني انه كيف يطور المهارات بتاعته. طيب يا دكتور المدني، طبعا انا برضو عشت من الجزيره ومنحاز جدا وعنصري جدا للجزيره، فالطابع بتاع مدني طابع ثقافي اكثر مما انه يكون طابع اكاديمي. هل بتوافقيني الرأي ولا والحاجة دي أثرت عليك في شنو؟ والله بوافقك، لكن في نفس الوقت العامل الاكاديمي موجود في مدن، لكن بس ما الضوء ما مسلط عليه. يعني احنا دائما بنفكر مثلا زمان في المدارس الكبيره خور عمر وخور طقت وكذا، لكن ما بنفكر في انه مدني نفسها فيها كانت مدارس متميزه جدا جدا. وعادي يعني انه كل سنه مثلا يكون في زول من اوائل السودان من مدني في مدرسه في مدني. يعني الطابع الاكاديمي دفنت اللي كان موجود، والروح تحت الكومبيتيشن المنافسات الاكاديميه كانت موجوده، لكن الطابع الثقافي فيها ما موجود في المدن الثانيه. يعني فدي الحاجه نعم. المميزه، عشان كده اكثر الناس بتتكلم عن الطابع الثقافي. فالناس اللي بيطلعوا من مدني بيكونوا يعني اكاديميا متميزين، او على الاقل يعني في الافريج متوسط، لكن ثقافيا بيكونوا فايتين الناس الثانيين، لانه يعني انت بتتربى من اول يوم بتكون عندك كونكشنز لكل الحاجات الثقافيه في مدني. النوادي الثقافيه دي كانت موجوده في كل مكان، بتذكر كنا عادي ممكن نمشي نقرا، يعني نقضي وقت نقرا في الجامعه او في النادي الليبي او في النادي الغيره، نادي الجزيره طبعا كان فيه كميه من الامسيات الثقافيه، فكان في الطابع ده موجود في كل الاوقات يعني. نعم لكن الطابع الاكاديمي دفنتلي هناك موجود. نعم انا اتذكر كان مره يعني سنه 93 مشيت عندي عمي في مدني فازوره، فجنبه النادي الاسماعيلي، فكانوا في نادي الاسماعيلي ده عاملين معرض بتاع كتاب، يعني كان حاجه يعني انا صراحه ما شفتها، لا شفتها في الخرطوم ولا شفتها في اي حته تانية، كان حاجه كده راقيه ورايعه وكميه بتاعت كتب وناس بتيجي بتشيل في الكتب، يعني حاجه كده كانت مظاهره او تظاهره ثقافيه ما عاديه. طيب يا دكتوره، من مدرسه دردق وبعداك مدرسه مدني الشرقيه، المدرسه المتوسطه طب انت عرفت انه انا قريت مرحله متوسطه يعني. ما هوش انا ما دارس ظلم، ما دارس ظلم الناس اللي قروا الاساس، لكن لحد الان كل الناس المميزين قروا المدرسه المتوسطه يعني، وانا بتمنى انه المدرسه المتوسطه ترجع في اغرب فرصه يعني. المدرسة المتوسطة دي بقى كانت حاجة تانية مختلفة تماما. أنا قريت في مدرسة ألف المتوسطة اللي هي في الدرجة واقعة بين السكة حديد جغرافيا وبين الدرجة والكهرباء. فمدرسة ألف دي بقى كانت اكسبيرينس مختلفة تماما. يعني أنت حاسس الاكسبيرينس الموجودة كانت عندنا في المدرسة في الجامعات ما موجودة. اللي هي لما تتكلم عن النوادي الثقافية، لما تتكلم عن الليالي الشعرية، لما تتكلم عن طابور الصباح والمواد الثقافية اللي بتتقدم فيه، واحنا كل طابور الصباح ده بنجهز له من بدري جدا، يعني انه منو اللي حيقدم كلمة الصباح، منو اللي حيقدم النشيد، منو اللي حيعمل كده، منو اللي حيعمل كده. فكل يوم كل يوم في الطابور كان عندنا زي 30 دقيقة كده بنقضيها في وقت ثقافي مع بعض، يعني كأسرة نعم المدرسة كلها. كان عندنا أستاذتنا بتاعت اللغة العربية الله يطول بالخير أستاذ عواطف سيد الخاتم، كانت مذيعة في الراديو بتاع مدني وبتقدم فقرة مسائية يومية في راديو مدني. فهي زولة إعلامية وبناتشرال كده سبيكر، فربت فينا الروح دي، الروح بتاعت الإعلام، بتاعت المخاطبة،
في الفصل، يعني بتصير انه دايما كل واحده تكون عندها يعني روح انها تجيف على حيله وتتكلم وتقرا من كتاب ولا تقدم فقره. فيعني بيجينا فيري كومفورتبل في حته السبيكينج او public سبيكينج. انا متخيلين من غير مدرسه الف دي، انا كنت يعني انا تقريبا ما بوصف نفسي باني انا زوله يعني خجوله ومنطويه، ما بحب اكون كده public في يعني قدام اعلام ولا حاجه زي كده. فلو ما هي التجربه دي كنت حكون دايما بنزوي وبحاول ابعد من الاضواء يعني. نعم لكن هي نقطة دفعتنا لقدام انه لازم تكون كل يوم الطابور بيكون في زول ممثل من الفصل بيجيب قدام الناس، بتكون بترجف من جوا لكن لازم تتكلم، لازم يعني تواجه الحضور بتاعنا. صح فبرضه في مدرسة ألف اتيحت لنا فرصة إنه نمشي التلفزيون. بتذكر كان في مشكلة بتاعت إسهالات في مدني وفي الجزيرة، فالتلفزيون بتاع الجزيرة اختار مدرسة ألف إنها تقدم فقرة في التلفزيون للتوعية عن الإسهالات. نعم إحنا عملنا قصيدة اكشلي كان ألفها واحد من الإعلاميين وجاب لنا ولحناها ومشينا قدمناها في التلفزيون عشان نوعي بيها الناس. وبعد ذاك ونطبينا إنه نمشي في الأحياء بتاعتنا كلنا ونمشي نتكلم مع الناس الجيران، نوريهم إنه لو أطفال جاتهم إسهالات يعملوا لهم شنو والتروية كيف بتكون وكده. فدي برضو يعني نمت فيني الحب بتاع الكوميونتي سيرفيس أو خدمة المجتمع، إنك تمشي تشتغل في الحلة بتاعتك وتوعي الناس. وبرضو يعني الانترست بتاع الطب والعلاج الناس برضو جمل الحتة دي. يعني دي كانت أول اكسبيرينس لي احتمال بالأمراض وإن الأمراض بيعالجوها كيف وإنك تعمل شنو. فبتذكر يعني دي كانت تجربة فريدة جدا جدا، وبتذكر تفاصيلها كلها اللي حصلت في الفترة دي. فالمدرسة المتوسطة دي كان فعلا كان عندها دور كده مختلف، لأنه الناس بيكون في مرحلة بتاعت وعي ومرحلة بتاعت نمو مختلفة جدا من الابتدائي ومن الثانوي. فأنا أتفق معاك تماما، يعني وجودها بيكون مهم شديد لربط الحلقتين نعم بتاعت الابتدائي وبتاعت الثانوي. نعم إحنا استفدنا الحمد لله من التجربة دي شديد. والله ده يعني ده كلام جميل جدا جدا يا دكتوره، ذكرتيني يعني الحته بتاعت الكوميونتي ليت، يعني اللي هو انه الحاجات كلها المجتمع هو يقوم بالحاجات دي. فاشوف يا سي يعني التلفزيون يعني عمل توعيه وجابكم انتوا طلبه انكم تمشوا تعملوا، ولسه انتوا صغار يعني في المتوسط، المتوسط دي يعني الواحد بيكون لسه يعني في طور يمكن يكون طور اللاوعي يعني. فهسي دي الغلط الكبير انه هم خدتوا يعني دمجوا الحاجتين دول مع بعض، المدرسه الابتدائيه والمتوسطه يعني. فدور المجتمع دور مهم جدا جدا، والدور بتاع الاعلام يعني يا سيدي انا شخصيا من سنه 94 ما شفت تلفزيون، بالذات تلفزيون عربي. ليه؟ لانه حسيت انه طلع الزخم بتاع انه هو الله يبقى دور يعني الدور بتاعه تعوي بقى دور سياسي يعني، بس سياسي ما بعرف فلان عمل وده ضرب والدم والحاجات دي وكده يعني. فانا بتمنى انه الناس الحريصين على الاعلام والحريصين في التربيه انه يراجعوا الحاجات دي كلها. ده كلام جميل جدا جدا يا دكتوره. طيب نمشي للمدرسه الثانويه. طيب المدرسة الثانوية بقى، أنا طبعا درست في مدرسة ألف المتوسطة. المدرسة ألف زي ما قلت لكم في جزء بعيد جدا من المدني مننا، إحنا في شريك مدني في دردك. فالتوزيع في المدرسة الثانوية بقى جغرافي، فأنا كان نفسي إنه أكون مع صحباتي في مدرسة ألف اللي هم كلهم أغلبهم ساكنين حوالين المدرسة، وكلهم اتوزعوا في مدرسة مدني الشمالية أو مدني الجنوبية اللي هي زمان كانت مدني ثانوية، لكن قسموها لمدرستين لأن المدرسة كبيرة جدا جدا. أنا توزعت في مدني الشرقية اللي هي موجودة في حي مايو، والحاجة دي كانت بالنسبة لي حاجة يعني مؤثرة شديد، يعني لأنه خلاص أغلب صحباتي بيجوا ما معاي. فبديت في مدرسة جديدة وما بعرف فيها ناس كثيرين، في عدد بسيط جدا من الصحبات اللي كانوا معاي في ألف برضو وتوزعوا في الشرقية، لكن الشرقية كانت مدرسة كبيرة جدا، كله مرحلة كان فيها زي 4 فصول. ففي الفصل بتاعي يعني كان معي واحدة بس مثلا من مدرسة ألف في الوقت ذاك. فلقيت نفسي في مجتمع جديد وناس يعني ما بعرفهم ما حصل لقيتهم قبل كده، لكن أنا طبيعتي يعني اجتماعية وبعمل صحبات بسرعة يعني. فلقيت روحي بعد شهر كده مصاحبة الفصل كله يعني. وطبعا لأنه جيت كنت في برضه في الفترة ذيك مثلا 7 الولاية وتقريبا أولى المدرسة يعني لما دخلتها، ففي كان احساس كده بتاع انك انت جايه من الف ونوع الناس كده يعني جايه متعاليه علينا وجايه شاطره وكده. ففي كان عدم قبول في الاول، فلازم كان اكسر الحاجز ده. فصراحه انا اهملتها في دراستي لانه بقيت عايزه تو بيلونج،
عايزة بس أكون اجتماعية وأكون مع الناس، وخلي القراية دي ما مشكلة ضروري حسي. السنة الأولى جيت روحي طوالي برا كده الشبكة، يعني كنت طلعت من 10 نوايا ذاتهم، فما أثرت فيه الحاجة دي كثير، لأنه أنا يعني أهم حاجة بالنسبة لي إنه كان أعمل صديقات وأعمل روابط اجتماعية في الفترة ديكي. فبنهاية قريب لنهاية السنة كده، طبعا ديك الفترة كان فيها الإنقاذ خلاص بدأت تتوغل في المدارس الثانوية، وبقى في حاجة اسمها الاتحاد بتاع المدرسة اللي هو عايزين كل يكون مسيطرين عليه والكيزان اكسترا. فجوني مجموعة من صاحباتي قالوا لي يا أخي احنا عايزينك تترشحي في الاتحاد. أنا مع الزمن ذاك يعني سياسيا كده ما واعية، يعني ما عارفة إنه الكيزان شنو والشيوعيين شنو بتاع، لكن عارفة إنه في يعني الحكومة الحاسة دي احنا ما عايزينها، وإن هي مسيطرين على جهة معينة وتبع تيز احنا عايزين الديمقراطية يعني. فالمهم انا ترشحت موصلي بانه انا عايزه اخدم الفصل بتاعي، يعني ده الهدف بتاعي، انا عايزه اترشح وعايزه اقدم خدمه للفصل، والاتحاد بيعمل كده وكده وكده وكده. فترشحت ولقيت روحي فزت، لانه بعد الوقت ده كان عندي اجتماعيات كبيره جدا في الفصل، فالناس رشحوني دخلت الاتحاد، ولقيت نفسي في عالم مختلف شديد، يعني عالم بتاع سياسه والناس بتتضارب وشو وكده. ف ما كنت قبل ذلك اصلا ما بفكر في روحي باني ممكن اكون في يوم سياسيه، وما بحب السياسه خالص، رغم انه اسرتنا يعني فيها جانب سياسي كبير كان. فلكن صراحه الحكايه دي يعني لقيت فيها فائده، لانه انت في النهايه السياسه هي شنو؟ السياسه هي الطريق لخدمه الناس، يعني فانت توظف السياسه لخدمه الناس، ما توظف الناس انه يخدموا الاحزاب السياسيه. فبقيت في صراع دائم مع الناس التانيين الاعضاء في الاتحاد، لكن بنتفق في حاجات معينه، انه مثلا نمشي نعمل فند ريزر من شركه معينه، نجيب منهم مبلغ عشان نصلح بيه الفصل، ولا نصلح بيه الكولر، ولا نصلح بيه حاجه. فدي الحاجات اللي كنت بتفق معاهم فيها وبشتغل معاهم فيها، لكن باقي الحاجات كلها كان فيها اختلاف، لانه في كان يعني ديزاير كده للسيطره. المهم الحاجه دي انتهت بنهايه السنه، وبعد ذاك توجهت تاني للطابع الاكاديمي بتاعي، لانه دي الحاجه اللي انا بشدني. برضو حاجة كويسة كانت حاصلة في المدارس الوقت ده، كان في النوادي أو الكلوبس، يعني تقسموا الفصل، أنت عايز تمشي الإنجليش كلوب، ولا أنت عايز تمشي الكلوب بتاع العلوم، ولا أنت ساينس. عايز. نعم ايوه أيوه exactly. فالناس كانت بتتقسم، فأنا مشيت الإنجليش كلوب لأنه كنت بحب اللغة الإنجليزية جدا جدا، وبحب الكتب الإنجليزية، وبقيت يعني عندي كولكشن كده، عندي مكتبة صغيرونة كده في البيت. جزء منها كانت الريدرز زمان، الناس اللي بيتذكروا الريدرز، ويعني في كتب ناس مشهورة جدا يعني Tale of Two Cities و Oliver Twist وشو شنو. فعملنا النادي الإنجليزي، وكان تجربة برضو جميلة جدا جدا، وكنا يعني بنجبر روحنا احنا نتكلم إنجليزي في النادي الإنجليزي، ما بنقدر نعم نتكلم عربي، بإنجليزينا المكسر ده قايت، ومشينا حالنا وبنتكلم وعملنا. وبعدها في آخر السنة بكون في معرض، كل نادي بيقوم بيجيب الحاجة بتاعته بيقدمها، وكنا بتذكر قدمنا الأغنية بتاعت We Are the World، كنا اتدربنا على فترة وجينا قدمناها في المعرض ده، وعملنا البوسترات بتاعتنا خدتيناها، وكان جا المحافظ وشاف المعرض وحضر معانا الليلة بتاعتنا. فبرضه كانت تجربة جميلة جدا، نمت فينا الجزء الثقافي بتاعنا، وبرضه في الأكاديميات كانت قوية جدا جدا في مدرسة الشرقية، لأنها كانت مدرسة جديدة، جابوا لها عدد كبير جدا من المعلمين عشان يرفعوا مستوى المدرسة. فيعني كان في منافسة أكاديمية حادة يعني بين الناس، لكن في نفس الوقت كنا احنا كلنا أصحاب، يعني متنافسين دين هم في نفس الوقت أصحاب بيناتنا يعني. نعم فجاءت تجربة جميلة جدا، ونمت فينا يعني الروح القيادية كمان زيادة. فلحد ما طلعنا من المدرسة الثانوية، الواحد كان مر بتجارب كده يعني فريدة في نوعها، يعني الحمد لله العوامل كلها توفرت لي عشان الزول يكون نعم يقدر يقود مدرسة. نعم ده يعني دي حاجة، يعني ده كلام جميل جدا، وبجد يعني الواحد استمتع، يعني نص ساعة لحد الآن يا دوب نص ساعة، يعني استمتعنا جدا. مدرسة دردق ومدرسة مدني الشرقية ومسرح الجزيرة وروح القيادة ودور التلفزيون في التوعية وخدمة المجتمع، وبعدين جينا لمدني الشرقية والاتحاد والكلبس، يعني الحاجات دي كلها
هي بتنمي في الزول طبعا غير الجانب الاكاديمي اللي هو الجانب بتاع انه الليدرشيب يعني، ودي حاجه سي احنا فاقدينها على فكره يعني. احنا سي في يعني واحده من مشاكلنا في السودان انه فاقدين الروح بتاعت القياده وفاقدين الروح بتاعت المبادره يعني. الناس كلها بتخاف يعني، حتى الناس اللي عندهم قروش في السودان بتلاقي انه الستايل بتاع البيزنس بتاع الواحد بيكون ماسك قروشه كده، يا يمشي يشتري بيه قطعه طريد، يا يمشي يعمل والله جاره ده عمل دكان بتاع عطور، هو هيعمل دكان بتاع عطور لانه بخاف من التجربه بتاعته تفشل. لكن لما انت الاطفال يكون عندهم روح فيهم روح الروح بتاعت المغامره وروح المنافسه والحاجات دي، هي دي الحاجات اللي احنا فاقدينها في مدارسنا. فكتر خيرك يا دكتوره، ده كلام جميل جدا جدا، واتمنى انه الناس يستفيدوا منه يعني، كما انا والله شخصيا استفدت منه يعني. طيب يا دكتوره، نجي لسنه ثالثه، طبعا هي المحك الاكاديمي، انه الواحد خلاص يعني همه كله انه والله في السنه الثالثه دي يعمل جهده وانجح ويخش الجامعه، بغض النظر هو والله عنده رغبه مسبقه والله انه بس يخش الجامعه من اجل انه داخل الجامعه. دكتوره ندى، كانت كيف في الوقت ده يعني؟ يا دي كانت فترة حقيقة يعني شوية كده فيها زعزعة، لأن أنت بيجبروك بدري جدا وأنت زول صغير يعني وقتك عمرك 17 سنة أو أقل إنك خلاص تحدد اتجاهك في الحياة، يعني أنت تمشي أدبي يا تمشي علمي، حتى في العلم يا قمت شلت أحياء يا شلت رياضيات خاصة، فمن بدري أنت المفروض تحدد أنت ماشي فيها في اتجاه. وش أنا بفتكر حاجة غلط يعني، أصلا ما مفروض الأطفال يتخطوا في محاك زي ده، إنك الحياة بتختارها زمان وأنت عمرك 17 سنة تحدد لك مسيرتك وأنت عمرك 50 سنة يعني. فلكن اتخطيت في المحاك ده زي أي زول، كنت بحب التاريخ جدا جدا لكن عارفة إنه أنا عايزة أمشي طب، فقمت قلت خلاص أوكي ما في طريقة أشيل طبعا تاريخ، لازم أمشي في المجال العلمي. بعد ما خشيت في المجال العلمي وأخذت الكلاس بتاع الأحياء لقيت إنه أنا نهاية الحياة دي ما بحبها، الأحياء دي ما خالص ما عملت فيني يعني، ما عايزة أعرفها والحاجات دي doesn't make any sense بالنسبة لي وما عجبتني خالص. نعم. فرجعت لأبوي بتذكر يوم قلت له يا أخي أنا عايزة آخد رياضيات خاصة، قام قال لي إيه؟ طبعا لو كده خلاص أنا كلمت الناس كلهم أنا عايزة أبقى دكتورة، وأبوي من بدري خلاص دكتورة. قلت له والله يا أخي أنا صراحة ما عارفة أنا عايزة أخش طب ولا لأ، عايزة آخد الرياضيات الخاصة عشان يكون عندي فرصة إنه آخذ أمشي هندسة لو احتجت أمشي هندسة. فقام قال لي لكن حيدي حتشتت جهودك يعني، أنت المفروض تركزي في الأحياء وشنو بتاع. قلت له أنا أوعدك إنه أنا هركز في الأحياء وحاجيب فيها نمرة كويسة، لكن أنت بس خليني آخذ الرياضات الخاصة دي. قال خلاص تعمل اللي تعمليه وأنا ما عندي مشكلة. فأنا اتفاجأت حقيقة بالريسبونس بتاعه، لأنه كنت متوقعة يقول لي نهائي ما في طريقة أنت هتمشي الطب وخلاص الموضوع ده انتهى يعني. نعم. فلما كده قال لي خلاص الدكتور في ملعبك اعمل اللي تعمليه يعني، بقيت انه اوكي فعلا هل انا فعلا عايز اعمل كده ولا ما عايز اعمل كده. فمشيت للاستاذ بتاع الرياضه الخاصه استاذ محمد الحسن الله يطراه بالخير، مشيت له قلت يا استاذ انا حقيقه معجبه جدا بالرياضيات وبحب الفيزياء والرياضات الخاصه والحاجات دي، فانا بفكر انه انا احتمال امشي هندسه، فعايزه اشوف لو ممكن تخليني اخد رياضات خاصه مع الاحياء. فبرضه قال لي نفس الكلام، الحاجه دي صعبه شديد وانت زوله ما شاء الله هنا عايزينك تتفوقي وعايزينك ما تشتتي جهودك وبتاع. قلت له ما في مشكله، انا بس يعني انا هعمل اقصى مجهودي وهبذل في الحاجتين. فقمت شلت الرياضيات الخاصه مع الاحياء، وكانت حاجه صعبه جدا طبعا يعني، لانه انت شايل المواد اكتر من الناس الباقيين ولازم تركز، وفي كلاس بيكون الناس مرتاحين بيعملوا كل واجب انت تمشي تشتغل في الكلاس ده. فالمهم يعني جازفتها كده زي ما بقولوا وخلصت السنة، وفي النهاية يعني نمرتي في الرياضة الخاصة كانت أحسن من الأحياء. لكن لما خلاص جو التقديم وإنه أنا فعلا عايزة أعمل شنو يعني، أفتكر الحتة دي أنا كنت عايزة تبروف لنفسي أو لأبوي أو للناس التانيين إنه ده قراري أنا، ما لأنه أنا عايزة أمشي طب. وكنت زي في طبعا في روح كده بتاعت مقاومه في العمر ذاك يعني، انت عايز ايوه نعم حاجه في راسك وعايز تقاوي الناس وتفرض قرارك يعني. نعم فلما لقيت انه خلاص انا فرضت قراري واخذت الرياضه الخاصه وخلوني اعملها، بعدك رجعت للحاجه اللي انا فعلا هي في رغبتي اللي هي الطب يعني. فلما جيت قدمت للجامعه ما قدمت خالص للهندسه بس قدمت الطب، ويعني حتى كان في شويه معاكسات كده، الناس كلها كان عايزين تمشي جامعه الجزيره، انا من هناك من مدني بيكون سهله بالنسبه لي بالنسبه لاهلي، لكن دي بقت الحته اللي انا عكست فيها، لا ركبت راسي وقلت لهم همشي على الخرطوم.
ما في طريقة يعني. النسبة دي كانت كم يا دكتورة؟ والله الزمن ذاك افتكر كانت 92. 92 ايوه. يا ده يعني هي فعلا طبعا اصعب، يعني انا متخيل، يعني ناس بديت اتخيل السيناريو، يعني لو كان الوالد قال لك لا بس تجري احياء، كان ممكن تكون انت يعني رفضتي، او الحاجه دي يعني عملت فيك زعزعه جديده، وكان ممكن يعني تاثر سلبا يعني. ف يعني فدائما دائما يعني الاباء مفروض ما يخطوا لاولادهم يعني من بدري دون حاجه. يعني الواحد مما يعني انا بتذكر اكثر حاجه جهدتني في الدنيا دي، انه انا من صغير انا دخلت المدرسه عمري 5 سنة يعني، ودخلوني مستمع. فطوالي كنت بجي الاول من سنه اولى، يا جماعه انت دكتور انت دكتور، الحاجه عبرت لي عقده يعني. فالحمد لله انه انا ما قريت طب، لانه لو كان قريت طب كان ممكن اكون حاجه سيئه يعني، لانه كان بس الحاجه ماشيه على عمى، ما حاجه رغبتي ولا حاجه انه انا بلقى فيها نفسي يعني. طيب يا دكتورة، من مدني والمدارس وكده خلاص يعني، ده حياة جديدة اللي هي الحياة بتاعت الجامعة، وبالذات جامعة الخرطوم. طيب قبل ما امشي الحته دي انا بس عايزه اعلق على الكلام اللي قلته. يعني انا الحاجه دي واجهتني برضه كأم، انا حسيت في الجامعه. ما شاء فلما الله. تخش الجامعه او قبل ما تخش الجامعه من بدري قررت هي عايزه تخش صحافه، وانا طبعا بنفس عقليه السودان ديك خدت انه يا بنتي في البلد دي احسن لك تخش الطب، لانه الطب مضمون يعني. انت هتعيش حياه كويسه وهيكون عندك وظيفه، الصحافه دي فيها جهجه شديده يعني. فالمهم هي من بدري قامت قالت لي انسي موضوع الطب ده، اصلا ما هيحصل، وما تحطيه في راسك وما تكلم لي ما اتكلم عنه يعني. فانا عايزه امشي صحافه. ففي النهايه يعني لقيت انه في يعني النجاح هو ما انك تخش حاجه معينه، وزي ما قلت يعني ممكن تكون فيها أسوأ ما ممكن تكون لو كنت خشيت مجال ثاني انت رغبتك ممكن تبدع فيه. صح فبقيت ربطي معاها انك انت اوكي خلاص خشي صحافه، خشي الكليه اللي انت عايزاها، لكن الحاجه اللي هتخشي فيها دي انا ما عندي شغله فيها، هي شنو دي مجالك انت ورغبتك، لكن عايزاك تكوني فيه التوب، عايزاك تكوني فيه مبرزه وتكوني متميزه تشرب نايس فيه يعني. فالحمد نايس لله حتى في الجامعه يعني شيز دوينج جريت، الجريدز بتاعتها كلها في التوب، الجي بي اي بتاعها عالي جدا جدا. وانا متاكده لو كنت جبرتها انها تمشي في المجالات بتاعت البريمد ولا البيولوجي كانت هتكون يعني نفسيا ما مرتاحة، والمستوى بتاع الأكاديمي ما حيكون كويس يعني. نعم دي فعلا بشكل ايوه الآباء إنه نعم، معلش المقاطعه، ذكرتيني قصه لطيفه جدا. يعني انا قبل 5 سنة كنت بدرس هنا في الجامعه في يوكي، فبدرس طلبه ماجستير اداره اعمال. فاول يوم جيت اتعرف عليهم وكده، والايس بريكنج وكده، وانت ليه اخترت الكورس ده وكده. ففي واحده طالبه صينيه يعني، فقامت قالت لي انا ما بحب الاداره. طيب انت ليه اخترت الكورس ده؟ قامت قالت لي انا بس اخترته لانه امي وابوي جبروني عليه يعني، بس يعني انا جيت هنا عشان ارضيهم، وهم لانه اللي بيدفعوا لي، انا ما عندي اي قرار تاني اقدر اتخذه يعني. ف اي واز شوكت يعني وقتها، انه يعني حتى في ما نحن بس السودانيين، برضو في مجتمعات تانية بيجبروا انه اطفالهم يكونوا او اولادهم يكونوا يعني يطلعوا مهندسين او يطلعوا بحاجة معينة يعني. ف نمشي لجامعة الخرطوم. يا دي طبعا حاجه مختلفه تماما يعني. قبل ما ننشر الجامعه انا بس عايزه اقول حاجه حصلت في الفتره بين الثانوي والجامعه. نعم احنا كنا في فتره بتاعت زعزعه سياسيه كبيره جدا في البلد. انا امتحنت شهاده سنه 93، فالفتره كانت فيها تكفيل جامعات ومظاهرات هنا ومظاهرات هناك. فاخذنا فتره طويله عشان الجامعه تفتح قبل ما نبدا الجامعه يعني. الجامعه بدات سنه 94 بتذكر، يمكن شهر 6 ولا حاجه، واحنا الشهاده ما بتذكر الوقت ده كان 200 يمكن شهر 4 ولا حاجه. فكان في يمكن سنه وزياده كده جاب. ففي السنه دي كان في من كلامك عن مدني والمراكز الثقافيه وكده، في دردك كان عندنا مجموعه بتاعت طلبه وخريجي جامعات، فعملوا لهم جمعيه وعملوا لهم مركز ثقافي، وكان في معرض بتاع فنون بتذكر، في رسامين جابوا عرضوا اللوحات بتاعتهم وكده، وكان في ليالي شعريه وحاجات جميله جدا. لكن بعدها قعدنا مع بعض قلنا يا جماعه احنا قاعدين يعني الجامعات مقفله، طب ممكن نعمل شو؟ كيف نقدر نساعد الكوميونتي بتاعنا؟ واحده من الحاجات اللي كانت توكلت لي انه امشي مدرسه الدردقه الابتدائيه اللي انا اصلا درست فيها، واشوف هم المساعده اللي عايزينها.
فمشيت لهم لقيت عندهم نقص في اساتذه حاد جدا، يعني لدرجه ان الفصول بتكون قاعده من غير استاذ، يعني ممكن تكون حصه كامله الشباب قاعدين براهم ما في زول استاذ معاهم. كان في اللغه الانجليزيه وفي العلوم، فقاموا قال لي خلاص احنا عايزين اساتذه في الحاجتين دول. فرجعت للشباب لقينا فعلا زول ممكن يجي يدرس لغه انجليزيه، وقال لي خلاص انت ما تدرسوهم العلوم، انت ماشيه الطب وكده. وانا زي ما قلت لك ما خشيت الجامعه، يعني انا لسه اتخرجت بس ثانوي. فرجعت لهم قلت لهم خلاص انا ممكن ادرس علومي عليه. قال لي خلاص تمام، ما عندك اي مشكله، عندك بنات سنه سادسه ديل الفصل الفلاني امشي امسك يوم. فدي كانت برضو تجربه جميله جدا جدا، يعني انا اذا بخرجت ثانوي وامشي ادرس طلبه بتاعي سنه سادسه ماده العلوم، فكانت مفيده لي انا اكثر احتمال تكون مما كانت مفيده للطلبه. اي يعني اي ترولي انجويد ات، استمتعت بها شديد واستفدت منها شديد، وانك تكون واقف قدام الفصل وتوري الناس يعملوا شنو، تديهم الماده وتتاكد انهم فهموها. فدي برضو حاجه من الحياه نمت فيني الروح بتاعه التدريس. فمن بدري كنت عايزه، عارفه انه انا عايزه اخش طب، لكن برضو عارفه انه اكون عايزه في مجال اكاديمي اقدر ادرس فيه يعني. فلما خشيت على الخرطوم طبعا دي كانت شوك كبيرة جدا، يعني انت ما بتقدر تتخيل على الخرطوم اللي تكون مريت بيها. يعني بتكون بتنقلت لعالم كده مختلف تماما. الفضاء بتاع الجامعة ده بيوفر لك كمية من الحياة كده انت ما مريت بيها في حياتك قبل كده. ده غير العلاقات الجميلة اللي خلقناها في الجامعة، يعني ما حقدر اخش فيها ذاته في تفاصيل، لكن بين الحياة اللي عشناها اذا كانت اكاديمية اذا كانت ثقافية اذا كانت المشاركة في المظاهرات وفي الحياة الثانية اللي حصلت، يعني كانت تجربة ممتازة شديد. فيعني صراحة ما الكلام حيخزيني لما أقدر أتكلم عن الخرطوم يعني. نعم. طيب يعني دخلتي الجامعة ونتكلم، خلينا نتكلم عن الجانب الأكاديمي أكثر. يعني أنا ما درست جامعة الخرطوم. أنا طبعا امتحنت بالمناسبة 93، نفس السنة اللي أنت امتحنتيها دي، ولأنه المشاكل السياسية اللي كانت حاصلة في السودان وكده مشيت قريت برا، يعني ما قريت في السودان، فطوالي مشيت اختصرت الوقت وكده. يعني انت باحتبار السي في انت بتدرسي وما شاء الله، يعني انت مساعده العميد في كليه في امريكا، يعني كليه طبيه، وعندك جامعه الخرطوم. هل انه التدريس في جامعه الخرطوم او المواد الناس اللي بيدرسوها، هل هي يعني تاريخ اكثر مما تكون حاجه انوفيتيف او حاجه مواكبه للتطور يعني؟ طيب ده سؤال مهم شديد يا دفعة. الحقيقة يعني أنا الحاجة دي ما قدرت أعرفها إلا لما جيت أمريكا. لما جيت أمريكا وأخذت الامتحانات بتاعت اللي هو على USMLE United States Medical License Exam وبدأت أدرس له، حتى بعدك انا عرفت قيمه التيتشنج والمعلومات اللي انا اخذتها خلال مرحله الطب في جامعه الخرطوم. نعم. يعني رغم انه احنا عايشين في دوله من دول العالم الثالث، وكنا في وقت زي ذاك يعني خلاص البلد بقت مفصوله شويه من باقي العالم، لكن كان عندنا يعني الكواليتي بتاعت التدريس كانت عاليه بصوره ما بتتخيلها كيف. يعني الأساتذة بتاعنا كانوا يعني متفانين في التدريس وفي تدريب الطلبة بصورة كده غير طبيعية. يعني حاجة لحد الآن أنا ما شفتها، لأنه كان في أساتذة بقول لنا أنا لي كم شهر كده 5 شهور ما دفعوا علي مرتب، فمعليش أنا يعني هختصر الراوند عشان أمشي العيادة الخاصة بتاعتي، لأنه أنا من غير كده ما هقدر أعيش يعني. لكن في نفس الوقت بيتعبوا بيقضوا كل مجهودهم عشان إنه يدرسونا، وكان مستوى عالي جدا جدا يعني. أي نعم في حاجات كده كان ما ممكن إحنا نقدر نتعلمها، لا مثلا الشغل بتاع الدي ان اي سيكونسينج، الشغل بتاع البي سي ار، الحاجات زي دي ما كنا متعلمها لانه ما في اصلا الفاسيلتيز ما بتوفر لنا زي ما هنا في الجامعات الامريكيه. اي طالب بيتخرج بيكون فاهم الحاجه بتحصل كيف في اللاب يعني. لكن لما جينا ويعني ما حصل، ما بقت في فارق كبير جدا في انه الواحد يخش في السيستم الامريكي بسهوله يعني. فمن هنا التحيه لكل الاساتذه في جامعه الخرطوم في الوقت ده والناس اللي لسه مسابرين ومناضلين انه يرفعوا المستوى الاكاديمي بتاع التعليم في السودان والتعليم الطبي لانه يكون مواكب مع المستوى العالمي يعني. نعم طبعا. حاجة ذلك للسؤال ده لقدام لما نمشي امريكا وكده، حاجة ذلك السؤال بتاع انه الدولة ودورة والسياسات والحاجات دي. طيب يا دكتورة، يعني السنوات نرجع تاني لجامعة الخرطوم. طيب
الاحساس بتاعك كان شنو؟ انك انت لما والله يا اخي انا بعد، طبعا في ناس كثار جدا الواحد بيكون بيقرب ولك يا اخي اسمع، انا اول ما اخلص انا امشي اعمل الامتحان الزماله بتاع بريطانيا، انا عايز اشتغل برا، انا عايز امشي اشتغل في السعوديه كده، يعني بيكون عنده بلان. في ناس بيقول لك لا انا عايز اشتغل في السودان وامشي اشتغل في بلد في منطقتنا مثلا عشان انه اساعد الناس وكده. فانت كان الاحساس بتاعك شنو في الوقت ذاك يعني؟ أنا الحقيقة ما كنت متخيل روحي أطلع من السودان خالص، يعني خلاص أفكاري كلها كانت بيلط على إنه أنا حأقرأ الجامعة وحرجع مدني، وأبوي أوريدي كان عنده قطعة واطي كده، قال لي خلاص دي حتكون العيادة بتاعتك والموضوع منتهي يعني. فيعني كان نفسي أرجع لمدني وأفتح عيادة هناك تسيرف الناس، وحتى كان عندي فكرة أعمل لي يوم يكون يوم فري، يكون ما باخذ فيه قروش من الناس، الناس يتعالج فري، يعني اوريدي خلاص عندي الافكار بتاعتي في راسي، وعارفه انه عايز اعمل باطنيه، لكن التخصص الباطنيه هو شنو ما عايزه، ما عندي لسه فكره. لما جيت الجامعه، دي حاجه خاصه يعني، انه انا اتخطبت وانا في سنه ثانيه في الجامعه، ولانه الجامعه قفلت فتره طويله قمت اتزوجت في سنه ثالثه، زوجي كان اوريدي في امريكا، فخلاص بعد ذلك مصيري تحدد، يعني انه بقيت انا ماشي امريكا دي وخلاص ما فيها اثنين ثلاثه، يعني لانه هو ما كان حيقدر يجي السودان، هو كان اكشلي طلع بسبب السياسه وكده وكان نعم لازم سياسي يعني. فبقيت للاسف ما عندي يعني الدريم الزمان بتاع زمان ذاك ما قدرت احققه، لكن حسي قدرت احققه بطريقه ثانيه يعني، حنتكلم عنها اللي بعدين، لكن نعم مصيري تحدد يعني خلاص. طيب اوكي، دي نقطة مهمة جدا جدا يعني. طيب انت في لما خلاص يعني اتزوجت وكده، فكرت تخلي الجامعة يا دكتورة؟ والمعوقات شنو اللي خلتك انك انت والله لو كنت مثلا ما متزوجة ممكن تنجزيها بعد ما وصلت الدراسة يعني في جامعة الخرطوم؟ طيب انا يعني الزواج كان بشرط من الوالد الله يديه الصحه والعافيه، وامي برضه يعني الله يديها العافيه، انه انا لازم اكمل الجامعه، يعني المجهود اللي اخذته في السنين دي كلها، واحده من الحاجات اللي انا ما ذكرتها انه امي زوجت هي في الثانوي العالي، فكان نفسها انها تخلص وتمتحن وتمشي الجامعه، فبقت بالنسبه لها دي يعني خط احمر، ما في طريقه لازم تخلص جامعتك، وانك تتزوجي ذاتها مشروطه بانك انت توعدين انك حتخلص الجامعه. فانا وزوجي في الوقت انا كنت خلاص يعني قررت انه يعني اقنعني انه المفروض اتزوج، لانه في موضوع بتاع ورك هنا في امريكا وحياه زي دي، فاتفقنا انه خلاص دي حتكون لازم رغبه نربيها ونوافق عليها. فلما جيت هنا امريكا بقت في حكايه انه هل في طريقه انه اكمل دراستي هنا؟ فدراسه الطب طبعا في امريكا شكلها مختلف تماما، الناس تمشي تعمل جامعه قبل ما تمشي تخش كلية الطب، وحتكون الموضوع معقد جدا انه احاول اواصل دراستي هنا، فيعني اتفقنا خلاص انه هرجع السودان واواصل دراستي في السودان. زوجي والتحية له برضه من هنا، يعني يمكن كان هو اكثر مصير اكثر مني انا ذاتي، يعني انا اخلص الجامعة ووقف معاي وقفة كده يعني غير عادية، في انه مش بس اخلص الجامعة لكن اخلص الامتحانات بتاعتي بعد ما جينا امريكا، يعني قعدنا سنتين من غير اطفال عشان بس انا اقدر امتحن واخلص امتحاناتي واخش الريزيدنسي، والحاجه دي ما كنت حقدر اعملها من غيره ومن غير الدعم بتاعه يعني. فاي زول ممكن يعني يتخيل ان الفتره دي كانت صعبه علينا كيف كاسره، وما بقيتوا ثلاثه لسه وما عارف شنو الحياه دي كلها. نعم فلكن هو صر يعني حتى وقفته معاي، انا كان ممكن صراحه نكون ممكن تجيب اب يعني اقول خلاص ما نجيب اطفال وشوف موضوع القرايه ده بعدين، لكن هو لا، هو صار انه المفروض اخلص قرايتي زي ما وعد ابوي واحقق احلامي، بعد ذاك نشوف الحياه اللي بتحصل لي قدام يعني. فالحمد لله قدرنا يعني نحقق كل الحاجات النهائيه يعني. نعم دي نقطة يعني. تحية لزوجك والتحية للوالد والوالدة، وربنا يديهم الصحة والعافية ولأسرتك الجميلة. حاجة مهمة جدا جدا، الناس يا جماعة البنات بالذات اللي بينتقدوا الرجل السوداني، يا جماعة الرجل السوداني ما كل الرجال يعني، ما كلهم يعني، أنا قاعد أشوف الانتقادات في الفيسبوك وبجيجا والكلام الفارغ ده يا جماعة، ما نفس الشيء. نحن برضو عندنا نظرة إنه والله النسوان ديل كده 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 كويس، ففي النهاية نحن حاجة واحدة يعني، ما فالناس ما تشطح بعيد، وبالذات أنت لما تيجي تكتب حاجة في الفيسبوك وكده بيقراها يعني، بيقراها ملايين الناس، ودي بتعبر عن الشيء اللي جواك يعني. فأنت إذا انت متاكد من الحاجه دي خلاص اتبناها، اكتب ويتحمل المسؤوليه بتاعتها، لكن ما تيجي تكتب كلام فارغ وتمشي. فالتحيه لكل الرجال والتحيه لكل الازواج
اللي بيقفوا مع زوجاتهم وبخلوني يكملوا دراستهم ويخلوني يمشوا لقدام، ونماذج كثيره جدا جدا، نماذج كثيره جدا جدا من الرجال السودانيين. الواحد يعني بيمسك الاولاد، وانا شخصيا منه يعني بمسك الاولاد وعشان انه زوجتي تقرا وكده، يعني مش انه لانه انه مثلا انه انا عايزه تقرا ولا كده، لا، لانه هي رغبتها عايزه تقرا. تمام، هي رغبتها عايزه تقرا، ودي الحاجه هي يعني. انا زوجتي مثلا لما قرت بيطره جامعه خرطوم، جات هنا بريطانيا قالت ما دايره بيطره، عايزه تعمل ماجستير، مشينا سجلنا الماجستير وعملنا كل شيء، قالت لا انا عايزه اقرا مختبرات طبيه، مشينا يعني نقلنا مدينه كامله، فرتقنا بيتنا، فرتقنا كل شيء مجتمعنا عشان تقرا مختبرات طبيه. بعد شويه خلت المختبرات الطبيه قالت لا انا داير اقرا صحه عامه، وانا ساكت ما قاعد يعني، لانه شنو ده قراري هي، دي حاجتي هي. فانا بس بقول لها انت بتتحملي الموضوع ده، انا بالنسبه لي اي دو ماي جوب يعني، فما عندي مشكله يعني، احمل الاولاد احلق ليهم اوديهم المدرسه اجيبهم اعمل لهم الاكل، الموضوع ده بالنسبه لي حاجه عاديه جدا جدا. وانا ما اكسبشنال يعني، في رجال كتار جدا جدا بيعملوا الحاجه دي، فرجاء رجاء البنات والناس اللي بيكتبوا ضد الرجل السوداني اجيفوا يعني، ما تتهوروا يعني، على الاقل احترمونا يعني، احترموا الناس النماذج المشرقة في الرجل السوداني. تحية لكم مرة ثانية يا دكتورة. طيب انتهيت من جامعة الخرطوم وخلاص، يعني انه الحلم بتاع انك انت تمشي تفتحي عيادة في مدني وتساعدي الناس وكده، انا ما بقول الحلم ده مات بقدر ما انه هو اتغير يعني، ممكن انت الخدمات دي زي ما احنا شفنا في سودان نكست جين والحاجات دي قدمتها لهم بطريقة ثانية، وحاليا نتكلم عنها. خلصتي الجامعة، بعدك حصل شنو؟ طيب بعد ذاك طبعا يعني الزول بياخذ لفترة كده بكون مصدوم لما يجي امريكا، بعد ما يفيق من الصدمه ده بيحدك بده يفتش انه اعمل الحياه كيف. انا لما جيت كان يعني بدايه التكنولوجي والانترنت والماسنجر، ام اس ام ماسنجر والحاجات دي بدات تظهر، فخشيت لقيت في جروب بتاع في ويب سايت مكتوب عليه يو اس ام ال اي preparedness ولا حاجه زي كده، فخشيت فيه ولقيت انه في زي ديسكشن بورد، ناس بتتكلم بتدي افكار، انا قريت الحاجه الفلانيه وما عملت الحاجه الفلانيه وبتاع، فالحاجه دي عجبتني جدا جدا يعني، فقمت اللي لقيت ناس بيخطوا انا عايز زول يدرس معاي، يعني زي بيقول عليها ستادي بارتنر، عايز زول يكون راجع معاي، فقمت خدت اعلان زي ده انا عايز ستادي بارتنر، فقامت رسلت لي واحده قالت لي انا اخذ فتش لي على ستادي بارتنر برضه بقرا اللي هو اسمه لي ستيب 1، فالمهم نتلاقى في الام اس ام ماسنجر ده الايميل بتاعي وكده، فقمنا تلاقينا في الماسنجر وقسمنا المقرر بتاع اليو اس ام اللي الليله هنقرا كده وتاني يوم هنقرا كده وتالت يوم هنقرا كده وكده كده، والمواد اللي هنقراها شنو، الشهر ده هنركز على البايو كيمستري، الشهر الجاي هنركز على شنو، فقسمنا المقرر بيناتنا، وانه كل يوم بنتلاقى في وقت معين الساعه 6 مساء وبنراجع لبعض، انا بسالها اسئله وهي بتسالني اسئله، وبالتالي دي كانت حاجة كده يعني التكنولوجي ساعدت مساعدة كبيرة، ربطني مع واحدة وهي قاعدة في فيلادلفيا وأنا قاعدة في فيرجينيا الوقت ذاك، وفي نفس الوقت بنقدر نراجع ونذاكر مع بعض، يعني هذه الحاجة كنت فاقداها من الجامعة، في الجامعة دايما معاك ناس بيراجعوا ليك وبتذاكر معاهم وكده، حاسة لقيت روحي معزولة وفي حتة براي وما معاي ناس ممكن أراجع معاهم، فدي وفرت لي الجو ده، فكانت حاجة جميلة جدا جدا. أنا امتحنت الحمد لله ومشيت، وهي للأسف يعني كانت عندها تخوف كده من امتحانات فما توفقت في إنها تمتحن لحد أنا ما خلصت الامتحانات بتاعتي، فلما جت طبعا في ستيب 1 وفي ستيب 2، والزمن ده كان في حاجة اسمها السي اس اي اللي هو اتغير حس يعني، لكن بيخطوك قدام عيانين بيكونوا ممثلين إنهم عيانين، وتمشي تتكلم معاهم وتاخد منهم المعلومات، تكتب النوت بتاعتك وكل الحاجات زي كأنك أنت في عيادة يعني. عملت الحاجات دي وخلصت الحمد لله، وبعدك مشيت الريزيدنسي او يعني احتمال تكون equivalent للامتياز في السودان اللي هو كانت نعم. عملتها في ولايه ثانيه، فدي برضو من الحتات اللي زوجي وقف معي فيها، انه احنا كنا في فيرجينيا والحمد لله الوقت ده كان هو شغال كويس، ويعني ما كان في عنده رغبه انه يطلع منه يعني، وعنده اصحابه ومجتمعه وناس خريج جامعه الجزيره اللي معاهم كلهم، لكن انا يعني قبلوني في الجامعه بتاعت الانوي دي، وجامعه كويسه جدا كانت، وخلاص يعني بقى في خيارين، يا يعني اما انا اقوم اخلي الجامعه دي واشوف واحده تانية، او وكان في خيار تاني في نيويورك يعني، وهو نيويورك كانت اسهل لي وعلى انا قريبه من فيرجينيا، لكن يعني وقف معاي في انه انا اخترت الجامعه دي وعايزه امشيها، فخلاني مشيت، ودي برضو افادتنا في انه هو استغل الوقت ده ومش عمل الماستر بتاعه،
لان من الاول كان في اتفاقيه انه حيتفرغ للشغل عشان انا اقوم اخلص قرايتي، وبعد ما انا ابدا شغلي هو حيقوم شي يعمل ماجستير. والوالده برضو وقفت معانا في الحته دي، لانه كنت ولدت في الوقت ده، وهي جات ساعدتنا في فتره كده، قعدت معانا فتره طويله لحد ما البيت شويه كده قدرت تمشي الدي كير وكده. فدي كل العوامل ما شاء الله، يعني الاسره على الزوجيه على كل الحاجات وقفت معايا في انه تساعدني اتخطى المرحله الصعبه بتاعت الامتحانات وبتاعت الريزيدنسي. وبعد الريزيدنسي طبعا فاست فورورد، لان الحاجات دي كلها كده ما مهمه، لكن كده عملت فيلوشيب اسمها باليتيف كير. كان رغبتي امشي اشتغل في التخصص بتاع الكانسر، لانه في السودان كان في انتشار للكانسر في الوقت ذاك، وانا دايما مربوطه بالسودان عاطفيا كده في الحاجات اللي عايزه اعملها، رغم انه عارفه انه انا هشتغل هنا وما هرجع السودان. فالوالد كان عنده زميله مشغول كان توفى بكانسر، وحاجه كان مؤثر عليه شديد. فانا خلاص قلت انا عايزه اخش في المجال ده، لكن لما خشيت في البالتيف كير لقيت انه المجال بتاع الكانسر ده يعني نفسيا كده متعب للناس اللي هيشتغلوا فيه، يعني يمكن كده درينسي، لانه بشوف عيان بيجيك الليله شكله كويس وصحته كويسه لكن عنده كانسر حاجه بسيطه، بعد شويه تديه علاجات كيميائيه ذره شنو شنو، بعد شهرين يكون شكله ذاته مختلف وما قادر يتحرك من السرير. ف نعم اخترت انه مش اعمل انفكشس ديزيز، وعندي كان انترست كبير جدا في المجال بتاع الاتش اي في. ليه؟ لان الاتش اي في تغير تماما من انه كان مرض بيقتل الناس، لانه بقى مرض زيه زي السكر، الضغط، الواحد ممكن يعيش به حياه عاديه بس ياخذ له حبه ولا حبتين في اليوم. فالتطور العلمي فيه كان ماشي بسرعه كده مبالغ فيها يعني، انه هو مرض يعني منبوذ للاسف، فيه ستيجما وصمه عاليه جدا جدا. وانا يعني كده بطبيعتي درون للناس المستضعفين، يعني اي زول كده بحيث انه هو ما لاقي سبورت ومستضعف بكون عايز اقيف معاه. يعني فالمجموعه بتاعت العيانين على الاتش اي في تحديدا كنت يعني بحس بتعاطف كبير جدا معاهم، وقررت انه خلاص انا اكرس حياتي انه يعني اشتغل بحاجه انا بحبها، وفي نفس الوقت اقدر اخدم ناس من فئه مستضعفه وفئه المجتمع بينظر لها نظره مغايره يعني. نعم يعني حسي بقيت طبعا هو شغال ده المجال الاساسي بتاعي، غير الانفكشنز ديزيز اللي هو حسي بقيت الكوفيد ده احتمال اكثر حاجه خلت الناس يعرفوا ان في حاجه اسمها انفكشنز ديزيز اصلا يعني. نعم طيب نعم، أول حاجة نسيت أرحب بالناس اللي معانا يا جماعة في الزوم، ومعانا في اللايف في الفيسبوك، وطبعا احنا معانا يا جماعة الليلة دكتورة ندى فضل، أو ندى عبد اللطيف عبد العال فضل، بروف الأمراض المعدية في جامعة نبراسكا الأمريكية. دكتورة يعني امتحنت شهادة 93 وما شاء الله تبارك الله بروف، الحاجة دي ما سهلة بالمناسبة، يعني ما تتخيلوا يا جماعه الناس اللي بيسمعونا وكده، وانه الدكتوره ندى قاعده قدامنا بكل اريحيه بتحكي في الحاجات دي كده كانه بيس اوف كيك، يعني الحاجه دي ما سهله بالمناسبه، فيها معاناه وفيها تضحيات، اللي هي تضحيه من زوجها وتضحيه من اسرتها الكبيره في مدني، يعني الحاجه دي ما سهله. فاكتر حاجه يا دكتوره غير الدافع بتاعك انت النفسي ورغبتك والأسرة بتاعتك، الحاجة الثالثة ساعدتك شنو؟ إنك أنت تتخطي الصعاب دي كلها يعني. يا الحاجة الثالثة طبعا يعني في حاجة الناس ما بكونوا يعني واعيين ليها، انه احنا بنجي كسودانيين بنجي امريكا بنكون شايفين احنا سودانيين، لكن ما بنكون عارفين انه في حاجة اسمها بلاك وافريكان امريكان، وان احنا بنصنف تبع المجموعة دي. فاول فورم جيت املاه في امريكا I had to choose، يعني انا وايت ولا انا بلاك ولا انا هيسبانيك. فعيلتي لما جيت قلت شنو ده؟ قال لي انت بلاك، قال روحك شنو؟ ف مليت الفورم بلاك، فبعدها فهمت انه في طبقيات، يعني للاسف الامريكي لسه ما اتجاوز المراحل بتاعت العنصريه. فكمرأة ومسلمه وبلاك في بلد زي امريكا، يعني انك تحرز نجاحات دي حاجه صعبه جدا جدا بالمناسبه. ف الحاجه اللي كانت يمكن نفعتني شديد انه كان في ناس يعني اصحابي سودانيين غير سودانيين كانوا يعني بيساعدوني لو حصلت لي مشكله في الشغل، ما عرفت اتصرف كيف، هل اقول كده هل ما اقول كده، بقوم بتصل عليهم بقول لهم يا اخي حصل كده 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 ساعدوني. فبعد شويه لقيت انه الحاجه دي ما بس اصحاب، في حاجه اسمها منتورشيب، انك انت لازم 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 عشان تنجح في الدنيا دي لازم يكون عندك منتور.
يكون زول عندك قائد بيقودك بيوريك الحاجات بيعملوها كيف، المفروض تعمل شنو ما تعمل شنو. في فرق طبعا بين المنتورشيب والكوتشنج، يعني الكوتشنج ده كده تعمل الحاجة دي تعملها كده، لكن المنتورشيب ده زول بيوريك الصورة الكبيرة تحت الحاجات، بيساعدك في انك يعني الافكار اللي بتجيك دي كيفك انك يعني to change it into something that's doable، تستفيد من التجربة بتاعتهم هم ذاتهم يعني. وبعدين في حاجة تانية اسمها sponsorship. انا طبعا الحاجات دي معلش ما عارفه اترجمها كيف يعني، لكن المنتورشيب والسبونسرشيب دي الحاجات مهمه جدا جدا لاي زول في مجال اكاديمي، انك من بدري تلقى لك زول منتور يكون ناجح في المجال اللي انت عايز تمشي فيه، وتخليه يبقى القائد بتاعك والدليل بتاعك ان الحياه المفروض تعمل كيف. فلما اشتغلت في ام دي اندرسون اللي هي كانت اول فاكولتي جوب بتاعتي، الشير بتاعي نفسه بتاع الديبارتمنت هو الوقت ده كان ببلش 400 ورقه علميه يعني، غير ما بعرف كتاب وكذا وكذا، لكن يعني هو بيجي المنتر بتاعي. في دكتور ثاني دكتور احمد الصايم الله يتراه بالخير، حسي هو برضه بروفيسور في ام دي اندرسون برضه كان دكتور يعني. احمد صايم، احمد سطح ايوه الرحمن صايم، ده ايوه ود عمي طوالي. ايوه يا سلام يا احمد صايم يعني ما شاء الله زول منتر كده بطبيعته، يعني هو طبيعيا كده منتر نعم بعض الناس يعني. نعم فبرضه يعني اخذني تحت جناحه كده ووراني الحاجات ممكن تعمل كيف وامشي كيف، والبيت برجع عليه في اي مشكله في اي حاجه. هو يعني زول صديق حسي كنا معاهم في هيوستن الاسبوع اللي فات، ايوه نعم هي هنا. ف بعد ذلك يلا السبونسر شيب دي هي بتاع بوفريك شنو، السبونسر ده زول يعني بياخدك تحت جناحه لما يشوف له فرصه بيقوم طوالي بيجيب اسمك برشحك، بيقول لهم انا عندي زول والله زول شاطره جدا وبتاع شنو انا عايزه تاخد الفرصه دي. فبرضه ده التشير بتاعي ساعدني في الحته دي، بيقول انه اي حاجه تظهر في منظمه في شنو بتاع كوميتي حاجه يقوم يقول لهم يا اخي انا عندي زول عايز ارشحه. وانا صراحه الوقت ده اي دين ابريشيت الحاجات دي، ما كنت عارفه قيمه الحاجه دي هي شنو، بالعكس كنت شايفاه وهو بيضغطني وبيعذبني، وبقيت بتفادى ذاته الاقيه في المكتب بقوم مش خليه الشارع وبمشي يعني، لانه اي مره يشوفني بقول عملت شنو والجرانت والبيبر والبتاع. لكن حسي ناو دايز يعني بعد ما شويه كده وعيت في الدنيا دي عرفت ان الحاجه دي كانت دوره شنو مهمه كانت قدر شنو يعني. صح فعلا. لكن التحديات كانت كبيره يعني، ما بكذب عليك، في اوقات كثيره جدا بتحس انه انت يعني يعاملوك كانك سكند ولا ثيرد كلاس سيتيزن، يعني ما بيتعامل زيك زي الرجل الابيض مثلا. ناس بدون فرص انت المفروض تكون يعني تتاح لك، انت ما اقل منهم في اي حاجه، لكن هم بس بطبيعه ان هم امريكان ولا بيض الحاجه دي بتحصل لهم. دي طبعا بتختلف من الحاجات بتحصل ظاهريه، مثلا في الخليج الحاجه دي معروفه يعني، حتى في الصف بيوقفوك انت في صف مختلف، هنا في امريكا ما بتحصل الحاجه دي. ودي واحدة من الحاجات اللي قادتني انه برضو اشتغل في الشغل بتاع diversity equity inclusion، انه نغير المفاهيم دي نغير النظام ده يكون في سيستم محارب للعنصرية بالذات في المجالات الأكاديمية وفي المجال الطبي يعني. نعم دي ده كلام مهم جدا جدا. الحته بتاعت المنتورشيب اللي هي الحته بتاعت انه زول يكون زي ممكن يعني صح التعبير مثلك الاعلى وكده، يعني بتلجأ ليه هو في كل شيء، وهو ذاته بوجهك كانه انه هو والدك او امك او كده. يعني الحاجه دي يا جماعه الشباب محتاجين ليها جدا جدا، وكويس جدا انه دكتوره ندى نبهتنا للحاجه دي. احنا عندنا يا جماعه في مبادره الباحثين السودانيين يعني الحاجه دي نحن متبنينا لكن لسه ما اعلنا ليها، تمام؟ لكن ده ما بيمنع انه يا جماعه اي زول، يعني عندكم مبادره الباحثين دي فيها 717 الف عضو، فيهم ناس درجه بروفيسور، درجه دكتوراه، زول براكتيشنر، زول شنو زول شنو زول شنو، حتى زول عادي. في ناس يا جماعه المنتور شيب ده ما بالضروره يكون زول يعني يكون عنده شهادات علميه وكده، ممكن يكون زول عادي جدا جدا، زول لكن يعني فيه الحكمه، زول بيخاف عليك، زول بيحبك وبيرعاك يعني، تمام؟ فانت بتسمع ليه وهو بيديك النصيحه بكل تجرد. الشباب اللي لسه على معانا اللي بيسمعوا اللي حيسمعوا الفيديو ده، وان شاء الله حنخطه في اليوتيوب وننشره، فرجاء فتشوا ليكم على منتور. اي واحد يا جماعه ما دار يمشي لقدام يمشي يفتش ليه منتور. وممكن احمد بعدين برضو من الحاجات، يا احمد بعدين عليك الله تكلم لنا عنها الحته دي. طيب يا دكتوره، الحته بتاعت يعني خلاص عملت الامتحانات بتاعتك وخلاص بديت الشغل بتاعتك وكده، بعد ده في معاناه في الشغل ذاته، يعني اللي هي الحته انت قبل شويه ذكرتيها، الحته بتاعت العنصريه الما واضحه، الديسكريمينيشن بالذات لما تكون فيميل،
وبلاك زي ما قلتي ومسلم، يعني دي ما حاجة سهلة إنه الزول يتخطى الحواجز دي كلها يعني. طيب الحاجه اللي عايزه اقولها برضو بالاضافه لانه الناس تفتش منتورز، انه الناس اللي عندهم امكانيه انه يبقوا منتورز انه يوفروا نفسهم للشباب السودانيين. يعني احنا في مجموعه ممتازه جدا من الخبراء السودانيين في كل المجالات برا السودان، لانه حصل برين درين للاسف مع الفتره بتاعت 30 سنه اللي فاتت، فالناس دي موجوده في اي مجال في الدنيا، تلقى لك زول سوداني في اعلى مقام ممكن تتخيله يعني. فالناس دي ترجع يعني في حوجة شديدة جدا في البلد لمنتورز، فتفتش الناس، فتش الناس اللي ممكن تعمل لهم منتورشيب. المنتورشيب هي كوميتمنت كبيرة جدا طبعا من المنتر وبرضه من المنتي. الزول اللي عايز تو بي منتور دي لازم تكمت انه هو انت توري احسن حاجة فيك عشان المنتر ده ما يسهج بعد شوية يمشي يخليك يعني. ف يعني you have to commit at both sides, they have to commit. فهي مسؤولية يعني، لكن في نفس الوقت كلنا محتاجين إنه نعمل الحاجة دي عشان نوفر الـ environment دي للشباب إنه ينجحوا في مجالاتهم المحتاجة دي. نعم. بالنسبة للحكاية تحت الـ تخطي الحواجز، أنا أفتكر واحدة من الحاجات اللي كانت مهمة وسهلت لي إنه تخلق حولك مجتمع، مجتمع من ناس زيك بيشبهوك، عندهم نفس الأفكار، عندهم نفس الفاليو، عندهم نفس المشاكل اللي بتمر بها أنت، وده اللي يكونوا زي بيقولوا على الساوندينج بورد بتاعك، ده الناس اللي بتكون تلجأ ليهم لما تحصل لك مشكلة ويحللوها معاك ويدوك انك انت والله اعمل فيها كده ما تعمل فيها كده. فدي حاجة مهمة شديد انك تفتش ليك اصحاب كده وناس تثق فيهم تخليهم حوالينك يساعدوك في الحاجات دي. فدي يعني هو بيقول عليها بير منتورشيب. البير منتور الناس في مستواك يعني، هم ما متقدمين منك ولا اي حاجة، لكن بيكونوا زي الحكيم اللي بتلجأ له. يعني عندي صاحبتي شديد هنا مثلا دي البير منتور، لو حصل اي مشكله بقوم بضرب لها يا اخي، ولو عملت تاكس حصل كده كده اعمل شنو ولا ما اعمل شنو. فدي بتساعد برضو تخلق معاك يعني الروح بتاعتي انك انت يور نوت جونا جيف اب، انا قاعد وحكون في وشك كده وما حمشي اي حته. يعني بتذكر كنت في اجتماعات انا بكون فيها المراه الوحيده، خليك من انه يعني المراه الوحيده معاي 10 رجال بيض يعني، فتبني في روحك صيغه انك انت ما اقل من الناس ده باي حال من الاحوال. انت وصلت للمرحله اللي قاعد معاهم في الاجتماع ده لانك انت كفء انك تكون قاعد في الاجتماع ده معاهم، وبالتالي صوتك المفروض يكون زيه زي صوت اي واحد فيهم. يعني انا حاسه ما عندي اي مشكله اني اوقف زول اقول له دقيقه كلامك ده غلط، وانا افتكر ان الحاجه المفروض تتعامل كده وتتعامل كده، ويعني نعم ما فيها مشكله الحاجه دي، اظن لازم انك تعملها بطريقه بروفيشنال وطريقه ريسبكتفول، ما فيها مشكله. فلازم تكون عندك ثقه في نفسك انك انت ما تقلل من حجم نفسك. في حاجه اسمها الامبوستر سيندروم، الامبوستر سيندروم دي حاجه دامجينج شديد، لانك انت تقول يا اخي والله انا يمكن ما عارف انا هل حقدر اعمل الشغل ده، يا ربي انا كفء للوظيفه دي. يعني في ستاديز اتعملت في الحاجه دي بيقولوا انه مثلا قارنوا بالذات في النساء، يعني الحاجه دي يمكن تكون سريعه جدا بالذات كمان لو بقت نساء من اصول افريقيه او غيره، دايما بنتكلم مع روحنا نيجاتيفلي، والله يا اخي انا ما اظن اقدر اقدم اعمل الشغل ده، اشوف الوظيفه دي. قال المراه لو ما بقت 100% مطابقه للمواصفات تحت الوظيفه ما بتقدم لها. الراجل ممكن يكون اقل من 50% مطابق وعنده 50% من مرات 20%. 20% يقدم الوظيفه، يعني انت تقول طيب انا ما كان اقدم ليه ما اقل منه في شنو. فلازم يقضي عليها ويكون عارفه، يعني عارف انه يعني الحاجه دي، وتقدر تواجهها وتقول لا انا حامشي هعمل الحاجه دي رغم انها هي شكلها ريسكي وشكلها انا ما حقدر عليها، لكن انا بقدر عليها. ليه ما بقدر عليها؟ لو ما بقدر عليها اصلا ما كان سالوني اعملها ذات من الاول يعني. صح. فالناس تتخطى الحاجه دي فيها. فالحمد لله يعني دي الحاجات اللي قدرت يعني. وطبعا اهم حاجه في الموضوع ده كله بالمناسبه، انت الحاجات دي بتقدر تتعمل تتعلمها براك. في كميه كده من الكتب بتاعت الليدر شيب، في كميه كده من الكتب بتاعت السيلف ديترمينيشن، الناس تقوم تلجا للليترشر والمكتوب شنو. فانا عندي كتب كده مفضله ممكن ام هابي تو شير معاكم عشان تقوموا تحطوها في اللينك بعدين. فدي كتب ساعدتني كتير جدا في انه تو بيلد السيلف كونفيدنس وتو بيلد الليدرشيب سكيلز بتاعتي، بانه الحاجه دي ناس درسوا فيها عشرات السنين وكتبوها، انت ليه تمشي تعملها من الاول تو ريانفنت ذا ويل زي ما بيقولوا. نعم، ونحن حنضغط عليك تعمل لنا كورسات في الموضوع ده يعني، لان دي حاجه مهمه جدا جدا. انت بتاكيد لكلامك ده، او اقول لك الكلام ده بطريقه ثانيه يعني. هسه نحن عندنا في السودان يعني الواحد بيكون ماسك الفيسبوك،
بيجي بيقول لك كلام كبير جدا جدا، يعني مثلا انت قلت لك دكتور مثلا ابراهيم البدوي، دكتور ابراهيم البدوي معروف انه في الاقتصاد وفي شنو في شنو في شنو، زول عادي جدا. انا بستغرب انه الناس دي بيجيبوا الصيغه دي من وين. طيب انت وكده عندك كميه بتاعت صيغه زي دي، ما تمشي خدها في وظيفه في حته المناسبه، يعني بيحتوي انك انت عشان تمشي لقدام. ودي حاجه بالمناسبه حاجه مهمه جدا جدا، يعني احنا بالذات السودانيين اللي بيطلعوا برا يعني بيمشوا اوروبا وبيمشوا كده، الحته بتاعت عدم الصيغه في النفس دي بتضمحل يعني. فبتلقي الناس دايما الواحد ما بيمشي يعني، حتى ما بيمشي بيدرس دراسه كده بيخاف يعني. فاتذكر انا المدينه اول ما جيت المدينه كنت قاعد فيها في شمال وكده، لقيت نفر واحد بس يعني، واحد بس بيدرس في الجامعه يعني قدامي. فاستغربت يا شباب انتم ما يكون ما بتدرسوا في الجامعه، يقول لك يا اخي انا تاني اقرا 3 سنه وما بعرف شنو وكده يعني، وده ضيع لي وقت، ونحن قبل كده ما قرينا جامعه في السودان وكده يعني. فالمهم بالنقاش معاهم، فسبعة منهم مشوا يعني، دخلوا فيهم الجامعة، وثلاثة فيهم أخذوا بكالوريوس، وما شاء الله مشوا لقدام يعني. فالحتة بتاعت الصيغة في النفس دي مهمة جدا جدا، لكن بدل تكون إنها صيغة في النفس وإنك أنت تتنمر على زول في الفيسبوك وكده، اعملها في حاجة مهمة يعني، اعملها في حاجة تفيدك وتفيد المجتمع يعني. فنحن ب ب ب ب ب يعني بينكرج يا دكتوره يعني، لو مع مشغوليات وكده تعمل لنا كورس في الحته دي بالذات بتاعت السيلف ديترمينيشن، والحته بتاعت انه السيلف استيم يعني. فده كلام جميل جدا جدا، يديك العافيه يا جماعه. نحن الناس اللي معانا كلهم بنرحب بيكم، بعد ربع ساعه نحن هنفتح المداخلات يعني، في اخر نص ساعه بنفتح المداخلات للناس يتدخلوا يسالوا الدكتوره او اي سؤال او اي مداخله. طيب يا دكتور نجي انت مما قمتي الرغبه بتاعت التدريس، مما مشيتي زمان مشيتي درستي في مدرسه دردق وكده، الحاجه دي يعني عملت لك موتيفيشن في الحته بتاعت انك انت يعني تواصلي في الاكاديميه يعني، فبدأتي فيها كيف في امريكا؟ الحقيقه بدات فيها كده يعني، يمكن كان بالصدفه يعني، زي ما قلت لكم زمان كان عندي الانترست ان اخش المجال بتاع الكانسر، فجيبلوني في فيلوشيب، كانت الفيلوشيب بتاعت الانكولوجي دي كان كومبتيتيف جدا يعني، صعب التحصل عليها، فجيبلوني في حته في ميشيغان اسمها هنري فورد، لكن في نفس الوقت كنت في ام دي اندرسون بعمل في الفيلوشيب بتاعت الباليتيف كير، اللي هي ام دي اندرسون طبعا يمكن تكون من اكبر المستشفيات تحت الكانسر في العالم، ده لو ما كانت اكبر مستشفى يعني، وهي مستشفى جامعيه تبع جامعه تكساس. فلما انا قاعده معاهم هناك بعمل في فيلوشيب، قام عرض علي وظيفه انه تو جوين ذم از فاكولتي، فبقيت في انه هل امشي اعمل الفيلوشيب تحت الكانسر الثانيه ديك وانا اصلا نفسي طالعه منها، ولا اقعد هنا ابقى فاكولتي في المستشفى دي. ف يعني الإجابة كانت واضحة يعني، أحسن أقول لي أقعد وأبقى فاكولتي. فاشتغلت معاهم، ويعني برضو من حسن الحظ إنه كانت المستشفى مؤهلة بكمية كده من الريسورسز، بالذات في حتة تحت الريسيرش، كان عندنا انفراستراكشر كده ممتاز جدا في الديبارتمنت، عندنا ريسيرش تيم ممتاز، يعني أنت أي أيديا بتاعت بحث بتجيك ممكن تجيب ناس حوالينك يساعدوك في إنك أنت الأيديا دي تمشي من فكرة لإنها تمشي لمشروع بحثي يتطبق في أرض الواقع يعني، لو عايز تقدم لجرانس، لو عايز تكتب مانوسكريبت، زيادة على المنتورشيب الريسورسز ساعدتني جدا في إنه الكارير بتاعتي أتليست في الحتة بتاعت الريسيرش دي يحصل لها يعني أكسلريشن سريع جدا. فالحمد لله يعني في 3 سنين لقيت روحي أنا يبلش زي 15 بيبر ولا حاجة، ويعني ماشية بسرعة شديدة، لكن الوقت ده كان أطفالي صغار وكانوا محتاجين لي يعني، فقررت إنه آخد بريك بوز كده على الحياة دي وأقوم أتفرغ للأولاد، اقلل من شغلي الاكاديمي. فقمت اشتغلت في الحوادث اللي هو كان شغل كده بس تشتغل وتمشي البيت وانتهينا يعني، فكانت فتره كويسه وكنت فعلا محتاجه ليها، احتمال تكون يعني عطلتني شويه من البروجريس الاكاديمي، لكن لما زرت رجع تاني بذاكر الحمد لله انه انا عملتها، لانه كان مهم جدا اقضي وقت مع اولادي، والاولاد بيكبروا يعني، الحياه الاكاديميه بتنتظرك لكن الاولاد ما حينتظروك يعني. فبعد ذلك طبعا رجعت ثاني بعد ما خلاص شويه كده حسيت بيهم وقضيت معاهم وقت، رجعت للمجال الاكاديمي، ولقيت روحي كده في موقع بتاع ادمنستريشن، موقع بتاع اداره اكثر من موقع بتاع ريسيرش، وحقيقه يعني اي انجويد يعني، استمتعت بها جدا جدا، وتعلمت حاجات كثيره جدا على البادجتس وكيف تو مانج بادجتس، وحاجات ما كنت بقدر اتعلمها لو ما كنت في الموقع الاداري دي، فهي ذاتها ساعدتني في انه اقدر ارجع تاني للريسيرش كارير بتاعتي، وفي نفس الوقت طبعا كفاكولتي في جامعه بالذات في كليه الطب بيكون
عندك دور بتاع تدريس، يعني دي حاجة ما جيفن يعني. فكنت بدرب الطلبة، بدرب الريزيدنس، بدرب الريجسترارز، إذا كان في العيادة، إذا كان في المستشفى، إذا كان عن طريق محاضرات. فدي بقت لي حاجة كده يعني قريبة لقلبي شديد. فمنها actually الحاجات دي كلها على بعض، إذا كان الريسيرش، إذا كان التدريس، هي اللي خلتني أقدر أرجع تاني حسي أحقق الكلام كنت بقول عليه زمان، إنك بدل تفتح لك عيادة في مدن وتخلي فيها يوم خيري، إنه كيف أنا أنقل النولج دي، أعمل نولج ترانسفير للسودان. فبدينا لنا مشروع هناك في السودان، أنا وصديقتي اسمها ريم عمارة من جامعة إيمري، اسمه فريق الاستجابة الطبية، اللي هو بندرب الطلبة بتاع المهن الصحية، إذا كان طب، أسنان، صيدلة، غيرهم، على إنه كيف يستجيبوا للإمرجنسي، الميديكال إمرجنسي. وطبعا الحاجة الحاسة موجودة هي الكوفيد 19 في الكوميونيتيز بتاعتهم. فبنعمل لهم كونكشن مع اكسبرتس من كل انحاء العالم. الجامعه بتاعتنا هنا جامعه نبراسكا، يو ان ام سي، متبنيه المشروع ده. بنعمل الحاجه دي عن طريق بلاتفورم اسمه ايكو بروجكت، اي سي اتش او، اللي هو بروجكت عالمي موجود في كل الدول الافريقيه جنبنا. الليله صباح كنت في اجتماع مع حاجه اسمها ميتا افريكو، افريكا ميتا ايكو، كان فيه ناس الايكو بتاعين افريكا كلهم، ناس من يوغندا، ناس من تنزانيا، ناس من غيرها. فالبروجكت ده حس دخلناه في السودان الحمد لله اول مره، بقى عندنا بروجكت ايكو في السودان. والاول مشروع شغالين فيه هو تدريب طلبه الجامعات، ومتعاونين مع عدد من الجامعات، يعني في جامعه دونقلة، في جامعه الجزيره، وان شاء الله حنبدا في تعاون قريب مع جامعه الخرطوم، مامون حميده، جامعه كردفان، جامعه نياله. فالمشروع ماشي كويس الحمد لله، وقدر خلانا احنا من مواقعنا هنا في امريكا نقدر نساعد اهلنا في اقصى قرى السودان، عن طريق انه ندرب الكادر الطبي الموجود ده باحدث التقنيات والمعلومات المتوفره. اذا كان الكوفيد فاكسين، يعني اي مس كده تطلع، اي معلومه غلط تطلع عن الكوفيد فاكسين، احنا طوالي بنقدر نوفر للطالب اللي قاعد في اي قريه في السودان في المشروع بتاعنا ده المعلومه الصحيحه اللي بيقدر يمشي. لو زول قال له الكوفيد فاكسين ده بخلي البنات يحصل لهم عقم، هو يكون عارف المعلومات الدقيقه العلميه هي شنو عشان يقدر يجاوب على السؤال ده يعني. غير انه الحاجات الثانيه اللي ممكن تحصل داون ذا لاين، طبعا زي ما عارفين كله خريف بيجينا كميه من المشاكل والامراض اللي بتحصل. فيعني بقى عندنا زي فيرتشوال كلينك كده شغال، والحمد لله كل حاجه بتاعت فولنتير، بدات عن طريق تحالف المنظمات السودانيه، والتحيه لهم هنا، لانه كان يعني مجموعه كبيره من المنظمات السودانيه جت مع بعض عشان تساعد اهلنا في السودان في فتره الكورونا، ونفس المنظمات اللي هي ساعدت اهلنا في فتره الثوره وغيره وغيره، نفسها هي شغالة في نفس الإطار ده يعني. فدي باختصار كده يعني إنه كيف الزول قدر التجارب اللي فاتت كلها يقدر يلخصها في إنه يعمل بيها حاجة حس يقدر يفيد بيها البلد يعني. نعم والله فخورين بيكم جدا يعني، وبالحاجات اللي بتعملوا فيها دي يعني، بالذات بالمناسبه ان احنا طبعا وصلناك عن طريق واخدنا ولي التحيه الاستاذ سالي العطا يعني، فرسلت لها قلت لها سالي انت نحن استضفناك ودارين انك رشحي لنا ناس، فاول زور رشحت دكتوره ندى عبد اللطيف فضل يعني، فلي التحيه وليكم التحيه. الحاجه اللي بتعملوا فيها دي يعني حاجه ما سهله يعني، بالذات انه الزول يتذكر يعني اهله، ويتذكر يعني زمان لما انت كنت صغيره ومشيتي مدرسه دردي ولقيتي ما عنده اساتذه ووقفتي قدامه وبديتي تدرسي وكده. فالحاجه دي يعني جيت هسه ترجمتيها بالمشروع الكبير اللي هو فريق الاستجابه الطبيه، واتمنى انه الشباب اللي بيقروا طب وكده يبحثوا عن الحاجه دي ويشوفوا مدى فاعليتها، وبالذات في الجامعات اللي ذكرتها دكتوره ندى. دكتورة ندى، دا امشي لك للمرحلة بتاعت اللي هي يعني انت ذكرت لنا فريق الاستجابة الطبية وكده، اللي هي سودان نيكست جن، وانت من الناس تقريبا الناس يعني القيادات في سودان نيكست جن، الفكرة شنو والمستقبل بتاعها شنو؟ طيب انا هقول لكم حاجه سريع كده للاسف، لانه انا في الشغل زي ما انتم عارفين، وحضطر اغادركم بعد شويه. لكن السودان نكست جن يعني، تحيه من هنا برضه لاختي العزيزه وصديقتي الغاليه جدا سالي العطا. وواحده من الحاجات الحلوه اللي حصلت لي في القدر انه انا رحلت اومها 2018 قبل الثوره، فبقيت يعني جاره سالي، ما جيران طوالي لكن في نفس المدينه يعني. فبقينا بنتلاقى سوشيال كده وبنتكلم. فلما حصلت الثوره قالت لي انا عندي فكره عايزه اطرحها عليكي، فكده وريني رايك شنو. فجابت لي، لو شفت اول فيديو ظهرت فيه سالي تتكلم عن السودان نكست جن، كان فيه ملصقات كده صفرة كده وخدتها ايوه نعم
فبس يلا الملصقات دي مشينا فيها، ونعمل لنا منظمة تعمل كده وتساعد السودان وسوي كده وسوي كده. فالفكرة كانت جميلة جدا جدا، وكانت محفزة، ويعني بتديك انسبيريشن كده انه فعلا السودان جد بكرة ده هيكون اجمل كتير يعني. ف نعم قلت خلاص احنا الحاجة دي محتاجين لها حاسة، يعني محتاجين مسج تحفيزية زي دي عشان الشباب ما يتعبوا ونات جيف اب في السودان. فخلينا نطلع بالفكرة دي رغم انها هي ما جاهزة ولا شيء، لكن نطلع بها للعالم. ففعلا عملت الفيديو ذاك، وعملنا فيديوهات بنوري نشرح الفكرة للناس، والحمد لله حاسة مشت من حلم، لأنه اشتغلنا فيها، الناس اشتغلت فيها، كل الناس الموجودين في سودان نكست جن التحية اليوم اشتغلوا فيها بضمير وبإخلاص كده عالي جدا جدا. فحسب بدل إنها كانت حلم، وصلت مرحلة إنها اتحققت، وبيجا في مشاريع مطبقة في أرض الواقع بتقودها منظمة سودان نكست جن. ويعني عملي كبير جدا جدا، المنظمة دي هتلعب دور نعم كبير في تطوير القيادة والمهارات في الشباب نعم إن شاء الله. نعم طبعا اكيد يا دكتور، ان احنا ما حن يعني حنخليك لانه وقتك وكده حتمشي، لكن توعدينا جينا مره ثانيه لانه لسه يعني الحديث ذو شجون وفي حاجات كثيره جدا يعني دايرين نتناقش فيها. طيب عشان ما يكون في بريشه عليك مننا وكده، كلمه اخيره قبل ما تمشي يا دكتوره. والله انا بس يعني صراحة رجحتوني لحاجات كده انا لي سنين ما فكرت فيها يعني. فالحديث معاكم كان ممتع جدا جدا، والواحد حصل له سيلف ريفلكشن كده على انه كيف انه طبعا في الاول الفضل يرجع لله سبحانه وتعالى، لكن نعم في ناس كثيرين في حياتي لعبوا دور كبير جدا في ندى فضل اللي هي الموجودة قدامكم حاسة عادية. يعني ما الحي دي زول، ما في زول بيقدر يعمل حاجه زي دي براهو، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فمهم جدا انه زول يرجع يفكر في المنتورز بتاعين والناس اللي ساعدوه في كل مرحله في حياته، ويقيف ويشكرهم على الحاجه اللي عملوها معاه. وانا افتكر من هنا دي مسج مثلا للشباب، يعني انه الواحد اي نعم يفتش منتورز، لكن لازم احنا يعني تو ابريشيت الحياه اللي عندنا، تو ابريشيت الناس اللي وقفوا معانا، ونديهم قدرهم في ان هم يعني الناس ما كان عندها يعني ما محتاجه تقيف معانا، يعني ما كان في سبب يخليهم انه يقيفوا ويساعدونا. يعني الناس اللي وقفوا معي في حياتي دي كلهم ما محتاجين كانوا يعملوا الحاجه دي، ما عملوها بس ان لانهم يعني عايزين يخدموا وعايزين هم كده يساعدوا. ايوه نعم احنا الناس اللي ما مفروض نجرهم لتحت ونكسرهم. يعني احنا للاسف السودانيين عندنا خصله كده اتمنى انه نتخلص منها، لكن دي خصلة قاعدة فينا من زمان يعني، ولا بنقدر نلوم الإنقاذ عليها. إنه إحنا بنحطم الناس اللي بيطلعوا يخدموا الناس، بإنه نكسرهم ونطلع فيهم كمية من الكلام، ونشوه سمعتهم ونطلع نفسهم ذاتها من الخدمة العامة. فخلونا نرجع كده لأصولنا، إذا كانت الدين، إذا كانت الكالتشر، إذا كان غيره، إنه كيف إحنا نقدر نساعد بعض، نرفع بعض مش نكسر بعض. لأنه أنا عشان أترفع أنا ما ضروري اكسر زول تاني، بالعكس انا لما اترفع المفروض ارفع معي ناس تانيين يعني. نعم فخلونا نلم الخصله دي فينا، لانه الكلام اللي كنت بقول عليه قبيل والحياه الحاصله في الفيسبوك وغيره وغيره دي بتجد حاجه محبطه وما بتشبهنا ذاتها يعني. ف السودان الجديد، السودان اللي بنحلم به، ما فيه مكان للحاجات دي يعني. الحياه غير انها تكسر بنبني فيه ما حتعمل حاجه. فندي الحكومه القاعده دي نديها وقت، نديهم فرصة. يعني انت الدمار حصل على مدى 60 سنة، ما 30 سنة، ما ممكن يتصلح في سنة ولا في سنتين. ندي الناس اللي قاعدين قدامنا اللي عايزين يساعدوا البلد، اذا كان منظمات طوعية اذا كان غيره، نديهم فرصة نساعدهم. بعد ذاك اذا كان الحكاية فعلا واضح انها هي ما ماشية في الطريق الصحيح، نديهم نصيحة، نديهم فيدباك في طريقة كويسة جدا ممكن نعملها الحاجات دي، من غير انك تقعد تنبذ لك في زول في الفيسبوك. يعني ممكن تمسك التليفون، الناس نسيت انه في حاجه اسمها تليفون، وانت ممكن تضرب لزول الفيس تو فيس. الكلام الفيس تو فيس ده فيه فايده 10 اضعاف انك تكتب لك مسج، لانه الكلام المكتوب ده ممكن يتقري بعين مختلفه. يعني انت ممكن يكون ده ما قصدك، انا قريته بالطريقه دي لانه دي نفسياتي في الوضع ده في الوقت ده كانت هي كده. لكن لما تضرب زول في التليفون، لما تعاين له في زوم، لما تقعد قصاده، بيكون وقع الكلام مختلف كتير، والتفاهم بيكون شكله مختلف. فخلونا عليكم الله نرجع لأصولنا أصلاً، نعم ونبعد من الحاجات اللي بتشوه المجتمع بتاعنا ده.
شكرا ده كان لك. خير خير ختام يعني. شكرا لك كثير يا دكتورة، ونحن مقدرين جدا انك انت في شغلك وديتينا من وقتك الثمين، لكن زي ما قلت لك ما حنخليك يعني، لازم تجينا مرة تانية ونكمل معاك، لانه انا لسه على الورقة بتاعتي فيها حاجات كثيرة جدا جدا. فيديك العافية يا أمور دكتورة، أنت يا وشكرا دكتور. شكرا لكل الناس اللي تابعونا يا جماعة، والله يعني عارفين انه دايرين تسألوا دايرين تتكلموا وكده، لكن يعني دكتورة ماشية وعندها يعني مربوطة بشغل وكده. فيديك العافية يا دكتورة، ونتلاقى ان شاء الله في ساعة خير، وتحياتنا لزوجك وتحياتنا للوالد والوالدة ولكل الناس اللي وقفوا معاك، ونتلاقى ان شاء الله بإذن الله. شكرا لك يا دكتورة. كثير على الاستضافة، وسعدت جدا والله اني اكون معكم. يديكم العافية وبالتوفيق ان شاء الله دائما. إن شاء الله. شكرا شكرا يا دكتورة، تسلمي كثير، بارك الله فيك.